بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. حياكم الله طلابنا الأعزاء. اليوم نبدي بكتابة الوقت، write the time. هذا كتابة الوقت بالامتحان يجيك باللغة الإنجليزية، صيغة تجيك باللغة الإنجليزية write، هاي صيغة write time، write the time or write time، write time أو هذا كتابة الوقت، هاي هيك صيغة الامتحان، هيك تجيك بالامتحان. هسه خلينا نكتب ملاحظات للحل. طيب اولا يلا اكتبوا لي ملاحظة يمكم، يلا يا ابطال. اولا كتابة الوقت، يلا لكتابة الوقت، لكتابة الوقت، يلا يا ابطال كل اللي يسمعنا هسه اكتبوا وياي لكتابة الوقت، اكتب يمك ملاحظة لكتابة الوقت. نتبع الخطوات التالية، نتبع الخطوات التالية. شنو الخطوات التالية؟ إذا كان، هاي رقم واحد، إذا كان، يلا يا أبطال قاعد تكتبون وياي، لكتابة الوقت نتبع الخطوات التالية. إذا كانت الساعة عبارة عن ساعات، عن ساعات أو ساعة بدون دقائق، إذا كان الوقت ساعة يعني بس ساعة، عبارة عن ساعات بدون دقائق يعني ماكو دقائق. طيب شو نسوي بالحل؟ نكتب الساعة مع كتابة كلمة أوكلوك، يعني نكتب الساعة ونكتب كلمة أوكلوك وياها، يعني نكتب الرقم، نكتب رقم الساعة مع كتابة كلمة أوكلوك. هذا هو الحل. طيب خلينا ناخذ أمثلة على هذا الموضوع شلون يجيك بالامتحان. طيب تجيك الجملة بالامتحان بالشكل التالي، ركز يمي. قال لك الأستاذ بالامتحان، قال لك 3 H. يلا يا طلاب يا أبطال جاوبوني بالتعليقات، أجي أريد أحل. أكتب يساوي، هاي من عندي يعني هيك حتى افتهم، اكتب it is. زين هسه واحد يجيني its، ايش احسن its، هسه واحد يقول لي استاذ شنو هاي its؟ يعني معناها انها، يعني هي الساعه. اكتب كلمه its، حلو كتبت its، اول خطوه اكتب its مع 3 its 3، كتبت its 3 واحط وياها كلمه اوك، خلينا وياها كلمه أوكلوك، it's 3 أوكلوك، انتهى الحل، صارت الحل it's 3 أوكلوك، ها هي انتهى الحل، هاي النقطة الأولى it's 3 أوكلوك. زين اجاب ليها الساعة هيج 10، ساعة 10 بدون دقائق، ما شرح حلة، راح أقول له it's 3 أوكلوك، it's 3 o'clock. يعني انها الساعة، عفوا it's 10 o'clock. جيد جدا، طيب it's 10 o'clock، انها الساعة العاشرة. يلا هسه حلي بالتعليقات هاي الجملة. يلا حلي هاي، اني انتظرك، يلا شوفني بالتعليق. جيد جدا، حلو زين، هاي واجب تحلها بالتعليقات سواء هسه تشوفني او اذا تشوفني بعدين على اليوتيوب. طيب اذا هاي رقم 9 اريدك تحليها، اكتب لي يمك ملاحظه كلش مهمه، ملاحظه
ولا تنسى بالامتحان هاي تجيك 9 ويجيك بالانجليزي مفتاح لطريقة الحل هذه. هذا يعني يريدك تحل من عنده. هاي شوف write the time، هذا بالإجر write the time هيك يجيك، هاي صيغة السؤال write the time وانت تحل مثل ما. طيب هسه اكتب لي يمك ملاحظة، هاي طريقة السؤال write the time ملاحظة. في الامتحان في الامتحان سوف تنسى بعض الحروف، بالامتحان سوف تنسى بعض الحروف، لذلك يجب كتابة الكلمات وتكرارهم أكثر من 20 مرة لكي لا تخربط في الكتابة. أبطال، إذن ضروري جدا بالامتحان راح تنسى بعض الحروف، لذلك ضروري تكتب الكلمات وتكررها لأن أنت راح تنساهم. يعني مثلا كلمة أوكلوك احتمال تخربط بيها. طيب هاي حلو زين. هسه أبطال هسه انتبهوا علي، خلينا ناخذ الملاحظة الثانية. إذا كانت الساعة عبارة عن ملاحظة رقم 2، إذا كانت الساعة عبارة عن ساعات مع دقائق، إذا كانت عبارة عن ساعات مع دقائق انجري يساوي نكتب رقم الساعة، نكتب كتابة رقم الساعة مع رقم الساعة أولا، نكتب رقم الساعة أولا ثم نكتب الدقائق بعدها بدون ذكر كلمة o'clock بدون ما نذكر كلمة أكلوك ما يحتاج نذكرها. يلا خلينا ناخذ مثال عليها يا أبطال وأعطيكم واحدة أيضا تحلونها. جيد زين. إذن للحل مثلا جاب لك الامتحان واحدة مثلا والساعة مثلا خلينا نقول 10، يعني بالوحدة وعشرة، جتك شو راح تكتبها؟ راح تكتب اولا قلنا نكتب الساعة 1:10. شنو يعني 1:10؟ يعني معناها الساعة بالوحدة وعشر دقائق. جاب لك بالامتحان على سبيل المثال 9:15، جاب لك 9:16. تقول له طبعا لا تنسون كلمة it's، لا تنسونها it's، هاي خليها وياكم it's، ايضا هنا it's 9، نكتب it's 9 16. ده الحل، بس it's 9:16 بس هيك. يجيب لك السؤال write the time، صيغة السؤال بالامتحان يجيب لك الساعة ويقول لك كم write the time، هاي وين هي write the time، هاي محفظها write the time. حلو هسه ايش راح ناخذ النوب؟ ناخذ مثال واريدكم انتم تحلونه. الساعة 10:19. يلا يا أبطال حلو يا بالتعليقات. طبعا أيضا أعرف بعضكم ما يعرف الكتابات، فذني هاي الكتابة الساعة، فلذلك كتبت لكم من 1 هنا، أيضا الأرقام كلهم كتبت لكم إياهن من 0 كلهم، هذني أيضا تراجع بهن خاف تخربط بهن، قال لك 21 23، ذني كلهم تحفظهن وإلى آخره تراجعهن، بس إنه ما بيهن شيء، أنتوا كلن دارسينهن يعني أكو واحد من عندكم ما يعرف يكتب
21 هاي 21 30 هاي 30 31 32، بس مجرد راجعوهن لا اكثر ولا اقل. هن ترى سهلات يعني، هسه مثلا عندك واحد 11 يعني شوف مثلا 20 21، يعني بس مجرد 20 21 2 3 يعني نفس الشيء، يعني ما اكو اي شيء بهن جديد يعني 21 22 3 نفس. مثلا هنا 50 50 51 52 3 4 55 90 60 61 60، نفس الشيء يعني ما اكو فد شيء غريب او جديد عليكم، انه نفس اصلا يعني الرقم بالضبط مثل ما تشوفون قدامكم. وهذا رقم 10 عاشتيتكم هاي النقطه حلتوا. اخر ملاحظه، خاف مرات تجيكم يعني دوخكم هاي مرات يعني دوخ الطلاب، خاف تجيكم ملاحظه اخيره. اذا كانت الساعه اكثر من 12، إذا كانت الساعة أكثر من 12 نطرح منها 12، يعني نقص، نطرح يعني النقص، يعني النقص من عندها 12. إذا كانت الساعة أكثر من 12 نطرح من عندها 12، يعني شلون؟ مثال يعني إذا بالامتحان هو جايب لك الساعة 13 هيك، ايش راح تسويه انت؟ يلا اسالكم سؤال، 13 ناقص 12 اه 13 ناقص 12 ايش قد يساوي؟ 13 ناقص 12 عافيه بالابطال واحد، اذا راح اقول يساوي هنا اريد احلها اقول it is 1 o'clock، it is 1 o'clock، راح اقول it is 1 o'clock، كلمة o'clock هاي وين هي، اذن راح اقول it is 1 o'clock، انتهى الحل هاي it is 1 o'clock، نفس الحالة ونفس الحكي نفس الخطوات بالضبط، ما راح نسوي ايش. هاي بس ملاحظة اخيرة كتبها يمك، وهاي الساعات يمني كلهن قدامك، واللي حافظن بعاشة ايده يعني ما يحتاج اصلا بعد نهائيا. هسه انتبهوا وياي راح اسوي لكم اعاده للموضوع كله بهذا اليوم، بهذا درسنا اليوم ان شاء الله كتابه الوقت write the time. اليوم عندنا بهذا درسنا write the time. اذا الخطوات، اولا اذا كانت الساعه عباره عن ساعات بدون دقائق، ما بها دقائق، يعني جاب لك بالامتحان 3 o'clock بس 3، انت شلون تحلها؟ تقول له it is 3 o'clock، تحط له it is 3 o'clock. ليش خلينا كلمه o'clock؟ لان ماكو دقائق، لان ما عندي دقائق. زين نرجع النوب هنا، منطيك 10 تقول له it's 10 o'clock، منطيك 9 تقول له انت شلون تجاوب right the time. بالامتحان صيغة السؤال تجيك right the time، هاي هي صيغة السؤال، ركز لي عليها زين right the time بمعنى اكتب الوقت. ملاحظة رقم 2، في الامتحان سوف تنسى بعض الحروف، ملاحظة هاي مهمة دير بالك، ترى راح تنسى بعض الحروف، ترى خربط بيهن لذلك راجعهن خصوصا الحروف. طيب زين، ثاني خطوة إذا كانت الساعة عبارة عن ساعات ويا دقائق، يعني ساعة ودقائق، يعني مثلا قال لك الوحدة وعشر دقائق، شو تسوي؟ أول شيء نكتب رقم الساعة أولا، ثم نكتب الدقائق بدون كلمة أوكلوك، كلمة أوكلوك ما تكتبها. مثلا قال لك 1، تقول له it's 1 o'clock، it's 1:10، it's 1:10 يعني بمعنى ساعة واحدة والعشر دقائق. قال لك الساعة 9:16، قل له it's 9:16، it's 9:16 يعني ساعة 9:16 دقيقة. هاي الملاحظة رقم 2. الملاحظة رقم 3، إذا كانت الساعة أكثر من 12 نقص من عدد 12، مثال عليها قال لك 13 تقول له it's 1 o'clock، يا بشلون صارت واحدة؟ أنت عندك 12، 13 نقص 12 ظل واحد، مثلا جاب لك 15 نقص 12 ظل 3، تقول له it's 3 o'clock، نفس الحالة ونفس النظام. هذا هو كل ما يوجد بموضوع write the time كتابة الوقت.